السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل نافذة. فأول حاجة اعملها ان انا هختار المتريك، وبعد كده هقول ان انا عايز ويندوز، خلينا نشوفها من الاتجاه دوت. ده الاوبننج كات، هقول له اديت سيكشن، ممكن نلغي الجزء اللي فوق دوت، تمام. وممكن نعملها بقى على شكل ارك، خليها مثلا نيجي في النص هنا ونطلع كده، وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل ارك من هنا لهنا بالشكل دوت. ونفس الحاجة هعمل لها ميرور من هنا لهنا، ونلغي الخط اللي في النص دوت، واقول له اوكي، فعمل لي الاوبننج بالشكل دوت، تمام. دلوقتي بقى هقول له ان انا عايز اعمل كرييت سويب، وسهل جدا ان انا ابدا اضغط الشكل دوت اهو، وبعد كده هقول له اوكي، وبعد كده هقول له ايديت بروفايل، وابدا ارسم البروفايل بتاعي زي ما انت عايز. يعني حسب بقى انت عايز ترسم البروفايل بتاعك ازاي. وليكن مثلا نرسم مثلا خط كده، حسب الشكل اللي انت عايزه، وتقول له اوكي، هيبدأ يكرر لك الشكل دوت حوالين الشباك زي ما انت شايف. ممكن نيجي هنا برضو ونبدأ نرسم برضو نفس الشكل دوت، اقول له كرييت، اقول له سويب، وابدأ احدد الشكل دوت اهو، والشكل الخطين دول هعملهم سيلكت وابدأ انزل بيهم. زي الأشكال اللي احنا متعودين نشوفها في البيوت القديمة أو المساجد القديمة، تمام. بعد كده هقول له edit profile، وأبدأ أقول له إن أنا هرسمه في 3D، تمام. وممكن بقى حسب بقى ما أنت عايز ترسم، ممكن مثلا نرسم حاجة بالشكل دوت، وأقول له موافق يرسم بالشكل دوت. وبعد كده ممكن ارسم حاجة من نص هنا، وبعد كده تيجي اقص عكس كده واقص عكس كده، تمام. طيب هقول له بقى ان انا عايز ارسم كريجيت، واقول له ان انا عايز ارسم مثلا برضو سويب، وهقول له ست، واقول له اختار البيج بلان هنا، وهبدأ اقول له ان انا عايز ارسم مثلا خط من هنا لهنا، وبعد كده قوس من هنا لهنا بالشكل دوت اهو، اوكي. وبعد كده ادي بروفايل 3D، ممكن نرسم بروفايل زي اللي فات، الشكل دوت اوكي. ونبدأ سمك شوية في البروفايل، الشكل دوت، ونقدر ناخد الشكل دوت ونعمل له ميرور اهوت، يظهر معايا بالشكل دوت اهو. خلينا نشوف 3D،
ونقدر نرسم مثلا زجاج في النص هنا. تمام، تعالى نخش هنا في الانتريور واقول له كرييت، واقول له اكستروجن، واقول له بيك ابلان، واقول له اعمل لي ده وده وده. شوف 3D. الشكل دوت. والجزء دوت هبدأ أغير الماتيريال بتاعته، خليها جلاسز. تبدأ تتغير في الريفليكشن وشيت في جلاسز زي ما انت حابب.